الصوص ابتدت تتقل اهو. طيب حابين نعمل تريك كده مع بعض، لانه انا لو عندي وقت في البيت هسيبها تاخد وقتها وتتقل. طب انا الصوص طلع خفيف، نعمل ايه؟ بنحط دقيق على طول؟ لا، ناخد طبق. انا عايزه اتقلها بس بسرعه بمعلقه واحده عشان الوقت. ناخد طبق، بنضيف سوائل مش سخنه، بندوب سواء بالمهلبيه النشا او الدقيق، اي ماده جافه هنضيفها على سائل سخن، وبتضاف سايله مع التقليب على طول. لو ضفنا معلقه الدقيق هنا هتبقى ايه؟ هتكلكع. تعالوا دلوقتي نحط، ايوه الصوص ده اللي انا عايزاه، بس شايفين هيتقلب الفرن. احنا الفرن برضو حراره. هاخد دلوقتي المكرونه واحطها معاه، ونجهز الطاجن. هتبقى جاهز قدامي، نروق امامنا الرز. بس اديله برضو تقليبه كده. الرز البسمتي ما نقدرش بالشوكه كل شويه وهو بيستوي نقلبه كده زي الرز المصري، لانه هيتكسر. احنا عايزينه ياخد طوله ويتفلفل كويس. طيب هناخد الطاجن دلوقتي ونقلب المكرونه. يا ترى انهي طاجن اللي هيكفي؟ كنت مطلعه طاجن كبير، قلت هيبقى كبير قوي، بس شكلنا هنحتاجه. مكرونتنا كتيره النهارده ما شاء الله. هنقلب. اين معلقه؟ نبتدي تقليب. بسم الله، معلقه اهي. تحبوا تحطوا القلم حطوها، تحبوا اللي هي المكرونه البانه، اي شكل مكرونه بس التقليدي بيبقى ده. طيب انا دلوقتي حاسه اني محتاجه كريمه اكتر، فهزود كريمه. ادجستنج، طول ما احنا ماشيين بنزود الكميات وبنظبطها. هقلب. طب ليه ما نقدمهاش كده على طول يا شيف؟ ما كفايه. لا، هي لما تدخل الفرن دلوقتي تاخد الجبنه تبقى في حته تانيه تماما. يلا على الطاجن. طب انتوا عارفين انه انا ممكن ازود لها كمان سنه حليب، لانه المكرونه نشويه، فلما نحطها دلوقتي في الطاجن ونزود لها سنه الحليب. شايفين ما شاء الله كانت محتاجه الطاجن ده. الله الله على الحلاوه. الله الله، انا عايزه انزل الباقي دول، حرام. في هنا حته صبيط، شويه السي فود دول ما يتسابوش. دايما بقول لكم في حاجات ممكن تحضروها قبل الفطار بفتره وتسيبوها، ده لا، ده المكرونه لو قعدت كتير هتبوش. طب بصوا لي هنا الرز ظهر من الميه، شايفين قصدي ايه؟ الرز ابتدى اهو يغلي، وعلى سطح الميه بنحضر ورقه الزبده، هغطيه عشان نكسب الوقت. وكاري السمك سريع يعني، لا تقلقوا. هغطيه كده بعد ورقة الزبدة، وأوطي النار للربع، يعني تقريبا هنا عندي على 9 لـ9 درجات، هحطه على 3 أو 2. طيب أنا هحط سنة لبن كمان عشان لسه هينشف في الفرن، فهيتشرب زي الرز المعمر وإحنا شغالين فيه ساعات، لما نيجي نحطه بنحسه نشف، فبنزود عليه شوية سوائل. هزود كمان سنة، أحط هنا على الكريمة، و نحط الجبنه والى الفرن. مرحله الجبنه دي بتاخد تقريبا ربع ساعه لتلت ساعه قبل الفطار، وظبطوا وقتكم، كتروا جبنتكم، فرنكم على مروحه. وهيا بنا اعلى حراره على مروحه، ننزل بس الشبكه للنص، ويلا بينا. باي. طاجن سي فود معتبر.